شيله حماسيه قبل المباراه. ان شاء الله وان شاء الله الفوز اليوم باذن الله. قولوا قولوا كباتن حاضرين الملعب من وقت. اي والله اخوي متفائلين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شوف هاي المحرق الاصلي ذاك اللي راح يعني. اي والله وانتم محرقين اليوم. محرقين اليوم ان شاء الله. حتى لو ما كنا محرقين اليوم محرقين ان شاء الله. توقعاتك المباراه؟ والله 2-0 ان شاء الله. المدخل هني وانت رايح هني؟ هناك فول 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 قاعد يرجعوا العالم الساعه 4:30 فول من الساعه 3:30 من الساعه 3:30 مفول من الساعه 3:30 مفول بعد بيفول الصوب الثاني كامل الساعه 5:00 يعني اليوم استنفار عود في محرق محرقاوية اليوم بطولة ان شاء الله في البحرين محرقاوية 100% دشت البحرين ما تطلع ما تطلع. يلا موفقين اياك. 4:30 الملعب فول لازم ننتظر بس هذا شيء حلو اللي تشوفه قاعد اليوم شيء حلو لكن المشكله شوي في التنظيم. التنظيم المشكله دخلت الجمهور حلو افتح لهم قبل ما يصير التكدس. التكدس فيه اطفال صغار سبحان الله احد يدوس احد يتاثر احد يتعور الكل يبي اليوم يشجع المحرق وهو ممثل الوطن. شو تشوف الكرنفال جماهير اليوم؟ اليوم ما شاء الله كرنفال جماهير. هذه محرق هذه محرق اذا تكاتفت تكاتفت خاصه لما يكون الشيء وطني تلاقي الكل يشجع ويآزر ويدعم والروح الوطنيه موجوده في كل الاحداث. توقعاتك للمباراه كم تنتهي؟ انا قلتها من قبل 2-1 ان شاء الله محرقيه والكاس هني في عراد بيتم ان شاء الله. انا من عيوني بدخلكم بس ابي خط واحد واللي سلمكم واللي يرحم روحه. ها ترى هاللون هاللون ما بنتساعد شباب شباب ترى كذي ما بندش نبي نتساعد نبي نتساعد ترى ما بقى شيء على المباراه. والله طال عمرك ان شاء الله باذن الله احنا نتمنى ما نطلع ان شاء الله الا فرحانين لكن هالجمهور انت تدري فيه عاشق المحرق عشق المحرق يقول لك عشق المحرق لا تنتهي وهذا ان شاء الله عشق البطولات عشق البطولات وان شاء الله احنا نتمنى احنا ان شاء الله من الجمهور ان شاء الله بتساعد ان شاء الله ويانا وان شاء الله بتنحل هذه وان شاء الله باذن وان شاء الله بيطلعون فرحانين. تنتظر اربع خلاص فول الملعب. اي والله صدقت منتظر شخص يستاهل ذيب. توقعاتك للمباراه كم تتوقع؟ ان شاء الله باذن الله فايزين ان شاء الله. ما ادري والله بالضبط بس ان شاء الله فايزين اللي تشوفه. يخوفنا ناساف الاوزبكي والله ما في خوف قدام الحمر ان شاء الله. توقعاتك للمباراه شلون راح تكون؟ شكلها خساره صراحه بس بالتوفيق ان شاء الله حق المحرق. الكرنفال جماهيري اليوم كرنفال جماهيري يعني ما شاء الله مميز وحضور جماهيري يعني ايضا مميز. والله الغالي حق المحرق كل شيء يسوى لان عيوننا بعد فان شاء الله يعني على الحضور لنا الفوز باذن الله. شو يقول الذيب اليوم؟ ان شاء الله يقول باذن الله منتصر باذن الله. ان شاء الله 2-0 نتمنوها بس الباقي على الله. ملعب يعني من الساعه يمكن 4:30 فل الملعب فل بعد من لحظه الذيابه سلمك الله. توقعاتك المباراه كم تنتهي؟ ان شاء الله نتمنوها 2-0 ما نبخل 2-1. مباراه اول شيء صعبه مباراة ما تقبل القسمة على الاثنين والحضور الجماهيري يعني أثبت ولا مجددا المحرق بحضوره يمكن من الظهر في ناس من الساعة 3 حاضرين والحين واقفين على الباب. والله هذه مباراة مثل ما قلت ما يعني ما تنقسم القسمة على اثنين كلنا ثقة في لاعبينا كلنا ثقة في جمهورنا وجمهورنا يعني هو اللاعب رقم واحد وهو اللي يدعم الفريق وهو اللي يعطي الحماس والروح للاعبين. ان شاء الله الله يوفقنا في هذه المباراه نتطلع ان نرفع الكاس ان شاء الله باذن الله بعدها ان شاء الله. الكاس راح يبقى في البحرين دام دش البحرين باذن الله باذن الله. توقعاتك المباراه كم راح تكون؟ والله ان شاء الله مباراه حمراء باذن الله. كم كم واحد واثنين ما في توقع الله ساعه حمراء اهم شيء تي وان شاء الله بيبونها الرجال ان شاء الله. كم يعني النصر وينه؟ ثلاث وربع ثلاث ونص تقريبا ثلاث وربع والحين تقريبا راح تكون الساعه 5 وانت ما دشيت الملعب. والله والله الحمد لله على كل حال يعني مثل ما تشوف الجمهور جايين تقريبا من الساعه 2 هذه عشق المحرق اكيد اكيد يمشي في الدم عشق المحرق. سيناريو المباراه تتوقع حرش شلون راح تكون؟ والله المباراه بتكون قويه لكن ان شاء الله المحرق قادها. توقعاتي ان شاء الله 2-1 حق المحرق باذن الله. المنصه فل من الساعه 4 شو نسوي؟ والله لازم اني بعد من وقت هاي الجمهور المحرق دائما يملي الملعب مدرج. توقعاتك للمباراة توقعاتك للمباراة شلون تتوقع راح تكون كم نتيجة؟ ان شاء الله ان شاء الله حق محرق باي نتيجة تكون. يا
يعطيك العافية. يعطيك سلمك حبيبي. اليوم يعني المباراة النهائية والجماهير ما شاء الله من الساعة 2 الظهر هم عند البوابة. الحمد لله رب العالمين على الوصول النهائي، ويعني احنا متوترين من الحين الصراحة، وناطرين بشغف ان المباراة تبتدي. الجمهور محرق قوي، معروف يعني معروف يتواجد في هاي المحافل. طبعا اليوم المحرق يمثل الوطن، فالموجودين اليوم سواء جمهور محرق او جمهور البحرين عامة كلهم ساندين للنادي، وهاي شيء طبيعي بتشوف الجمهور من بداية ما فتحت الابواب وهم متواجدين. 2-0 2-0 ناطر يفتحون المدرج، ناطر تحصل لك كرسي، لكن اليوم الملعب فل. الملعب فل هذا شيء لابد منه، يعني محرك تلعب اليوم جمهور محرك عريق بيحاضر لو قبل المباراة بيوم. يعني احنا نتمنى ان نطلع فرحانين، والمباراة هذه يعني الكل ربحان فيها دامك وصلت نهائي، والفريقين يعني ما في فريق سيء، دامك وصلت نهائي يعني الفريقين زينين، واحنا نتمنى يعني نتمنى نطلع فرحانين بالبطولة. المباراة الساعة 7 والحين الساعة 4:30 تقريبا، خلاص الملعب فول. فول الملعب. راح تطال المباراة في البيت ولا راح تتم هنا؟ لا راح اتم ان شاء الله في الملعب، راح نوقف مع الفريق. ولا كرسي. لا راح نتم ان شاء الله نسان الفريق من الملعب. توقعاتك للمباراة؟ ان شاء الله فايزين الفريق، ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. من الحين ما شاء الله فول، ان شاء الله يعني يبيضون الوي، و2-1 ان شاء الله. ان شاء الله. فريق نواصف الاوزبكي شلون تشوفه؟ والله مستواهم ممتاز، بس ان شاء الله محرك قدها.